يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هل هناك فرق بين الضريح والقبر؟ هو الضريح هو القبر، الضريح هو القبر الذي يعظم، هو الضريح. نعم. يقول فضيلة الشيخ في عرف الناس اليوم الضريح هو القبر الذي يعظم، وإن كان الضريح في الأصل القبر، الضريح في الأصل هو القبر، أيصبح في الضريح وفيه يمسي؟ لما غلب على تعظيم القبور صاروا يسمونها أضرحة. نعم.